اخواتي، هذه السباغيتي كما تتشوفوا في الرايس كوكر. انا حيت طلبوني الناس الله يكثر خيرهم، سولوني قالوا لي كيفاش زعما نعطيهم معلومات اكثر على هذا الرايس كوكر هذا. ف دابا انا تنستعمل كما تتشوفوا راس الهوبس. ملي كنت تنستعمل بلا كان ديكر عاود نوريها لكم با بروبليم. هانتوما كما تتشوفوا هي شعله الاحمر، شتيوها؟ ها هو. فانا دابا تندير فيها سباغيتي. هاد الرايس كوكر هادي راه تطيب كل شيء، راه تندير فيها، راكم شفتوا فاش طيبت الكسكسو، راه حتى الكسكسو درتو فيها، المرقه ديال الكسكسو يعني والخضره وكل شيء. على ما حتى دير كل شيء، راه هادي عندها حتى الكسكاس ديالها، غير الكسكاس ديالها راني حطيتو في شي بلاصه ما بقيتش عاقله شي بلاصه ولا ما عرفت، ولا كنت عاقله كنت عطيتو لماما. المهم، وماما سرقوا ليها الشنطه كلها الا ما في خباركمش، ما فيها الزروالية كان سرقوا ليها الشنطة في تركيا. فكان فيها الكسكاس، كان فيها بزاف ديال الماعون. على محل عاد فكرت الكسكاس عطيته لماما، فيها الكسكاس، فيها الكسكاس. انا تندير فيها كما قلت لكم الخضرة ديال الكسكسو. الكسكسو تنديرو في حاجة اخرى، فين تنفورو داكشي ماشي في هادي. دوزت لي فاصو ميمكنليش ندير نفور الكسكسو في هادي، لان التقابي ديال الكسكاس ديال هادي راه يمكن لكم تشوفوهم في انترنت، كبار العينين، كبار العيون، كبار ديال الكسكاس ديال هادي. فهادي الكسكاس ديالها يمكن لكم ديرو فيه اللحم، يمكن لكم ديرو فيه الحوت، يمكن لكم ديرو فيه الخضره، شي حاجه بحال هكا. اما الكسكسو امبوسيبل، لان العيون ديالها تبارك الله كبار. ف جيت باش غير نوريكم، راني ما جيتش دابا نشارك معكم الغداء ديالي زعما كيفاش تنطيب او شنو غناكل، لا، جيت نشارك معكم غير كيفاش تتخدم هذه بالنسبه سباغيتي او لي بات. فدابا انا عاد درت فيها سباغيتي. بالنسبه باش تكونوا عارفين، بالنسبه لسباغيتي او لي بات فراه خاصكم تحضيوها، يعني تطلع هذيك الكشكوشه. هانتوما تتشوفوا الكشكوشه، الا غطيتها دابا تطلع الكشكوشه. فمن تنغطيها تنرد بالي، غير انما هذه ماشي بحال الطناجر الاخرين العاديين، هذه الا طلعت الكشكوشه ما تطفيتش. انا بعدا هذه ديالي ما تطفيتش، تتبقى تدير هكا تتبقبق، تنجي تنهز هذاك هاد الغطايه هذه ديالها وتعاود يهبط، تنعاود نغطيها. ولا رشقات ليا نخليها هكا، نخليها هكا متى تقرب طيب سباغيتي تخليها هكا. دو فاصون هادي سباغيتي هاديك داك المزيانه بلا ما نقول الاسم ديالها، فهمتو، ديال الطاليان. ف ما غاديش نخليها بزاف، غتكون كاع دي مينوت قسمين. فهانتوما تتشوفوا كيفاش تيطيب الرايس كوكر لي بات. من ناحيه ديال الخضره تتسد عليها، ملي تطيب الخضره تطفى راسها. من ناحيه ديال الروز تتسد عليه، ملي تيطيب الروز تطفى راسها. ولكن الا درتو لي بات، يعني سباغيتي مكرونيه الى اخره ديال لي بات، فراه خاصكم تحضيوها. هي دابا شاعله، فهمتوا؟ ها هي شاعله. ملي غادي تطفى غادي نوري لكم كيفاش الضو ديالها ملي تطفى كيفاش تيشعل. تنستعمل انا سورتو هذه، تنستعمل حتى بلاكان ديكر بجوجهم، راه عندي بجوجهم في الكوزينه، وحده في البلاكار وحده دائما على برا، وتنالتيرني تنبدل وحده بالاخرى. ما تترشق ليا وصافي على محل. ها نتوما تتشوفوا، ها نتوما شوفوا، ها هي دابا تنفخات سباغيتي قربات تطيب. ها نتوما كما تتشوفوا تبارك الله زكات، ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا كي زكات، شفتوا؟ ها نتوما مازال البوطون الاحمر كما تتشوفوا، ما تتشوفوا بعد ما طفيت عليها. هذا اللي كان البوطون حمراء هو طافي، شتيوه؟ هذا اللي على اليسر دابا هو طافي، وهذا تيشعل الاخر اللي على اليمين. كما قلت لكم البوطون اللي على اليمين، الدور اللي على اليمين يعني تيولي اورانج ليموني. هانتوما كما شفتوا، هانتوما هذاك اللي كان حمر على اليسر طفى، هذا الليموني دابا شاعل، ها هو طاب، شتيو؟ ما دارش تقسمين ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوا دابا غندير لاصوص وندير شي حاجه ديال الحوت، ايوا صافي، هو هادشي اللي كاين. ها نتوما شفتوا دابا هذه كيفاش تتخدم، باش الا شريتوها تعرفوها كيفاش تتخدم. ها نتوما شفتوا زويونه، انا تتعجبني، تتعجبني بزاف.
المهم توني نسيت ما قلت لكم واحد الحاجه، بان راه هذا الليموني هذا الا خليته هذا شعل يعني تتبقى الماكله في السخونيه، تيبقى سخيخن ماشي تيطيب، تيبقى غير سخيخن، تتبقى تتخلي الماكله على السخونيه، يعني لا كويسون طياب تيحصر، انتم كيما شفتوا لا كويسون تتحصر، ولكن تيبقى تتبقى الماكله سخونه. يعني دابا الا غطيتو غادي يبقى سخون، نجي من دابا ساعه نلقاه مازال سخون، نجي من دابا اكثر من ساعه نلقاه مازال سخون. الا بغيت الماكله ما تبقاش سخونه وتبرد، كاين البوطون اللي على الجنب، ها نتوما شوفوا انا غنبرك عليه وغادي يطفى هذا الليموني هذا، شوفوا ها نتوما شتيو ها الليموني يطفى، شتيو راه ما ديبرونشيش البريز، غير بركت على البوطون، ها نتوما سمعوا ها هو غيشعل عاود الليموني، شتيو الوغ كو بلاك اند ديكر ما فيهاش هذا البوطون هذا على الجنب. بلاك اند ديكر باش باش الا بغيتو تطفيو هذا، ها نتوما شوفوا بحال هكا، بلاك اند ديكر ماشي هكا، بلاك اند ديكر تديبرونشيو البريز، تتحيدو البريز، الوغ كو راسل هوبس شكل اخر تتستعملو، ها هو البوطون شعل، هيا دابا ماكلتي غتبقى سخونه. علاش غنخلي سباغيتي سخون؟ على ما نمشي ندير شي حاجه لاصوص الحوت داكشي اللي غندير، نخرج من الثلاجه داكشي اللي غندير باش تبقى لي سخيخنه، منين نوجد كلشي عاد تنطفي عليه. ها نتوما شفتوا دابا اللي بغى ياخذ راس الهوبس ها كيفاش تخدم، عاود بلاك اند ديكر، عاود تقريبا نفس الشيء، غير بلاك اند ديكر انا اللي عندي انا تنهضر على اللي عندي انا، نجرى اللي عندي انا بلاك اند ديكر ما فيهاش هذاك البوطون على الجنب، تنديبرونشي من البريز. هذه شريتها غاليه، نقول لكم الصراحه هذه شريتها غاليه، بلاك اند ديكر مزيانه حتى هي ولكن رخص من هذه، هذه شريتها غاليه حيت كل واحد وشحال تيخلص، كاين اللي تيخلص شويه رخيص كاين اللي تيخلص شويه غالي، سا ديبون واش غتاخذوها اونلاين واش غتاخذوها من الماغازان واش كل واحد، فهمتوا كاين بعض المرات تكون بروموسيون تاخذوها رخيصه، من غير بروموسيون تاخذوها شويه غاليه على حساب، وانما لا كاليتي انا راه تتعجبني بزاف. ماما مني سرقوا ليها الشنطه كان عندها الكسكاس ديال هادي، وكان عندها بلاك اند ديكر، ماكينه بلاك اند ديكر خديتها ليها جديده كانت في الشنطه سرقوها ليها. ايوا اسماء زروال بقلت الصحه ان شاء الله، تدخل عليك بالتشتات، تدخل عليك بالرزيه وبالخساره وبجنازه يا اسماء زروال، ان شاء الله تدخل عليك هذيك الطنجره اللي خديتي لماما، صيفطتي المافيا ديالك سرقوا ليها الشنطه كلها، غتدخل عليك اسماء زروال بجنازه ان شاء الله، جنازه اخرى عاود، ما كفاوكش هذوك الجنايز كلهم اللي خرجتو من داركم، غتدخل عليكم عاود جنايز اخرين، بناتك ان شاء الله كيما بوريطه حتى هو غيخرج بناته جنازه ان شاء الله. يا الشفاره يا البانديه، مرا كبيره عندها 80 عام كاسين غير دورات وجهها او دخلت للطواليت ما عادش كيفاش وقع لها، ما قالتليش كيفاش وقع لها، قالت لها بنيتي جمعوا لي الشنطه كلها، هادشي اللي قالت لي، كانوا فيها خوتي خواتاتي الماعون الماعون، عرفتي داكشي اللي شريت داكشي غير لا كاليتي المخيره، انا تنخلي لراسي غير الحاجه اللي ماشي كاع لوكس، والام ديالي تنخلي لها الحاجه اللي لوكس، الماعون حيت عرفوا الشنطاج فيها، حيت كانت هابطه من كندا ترانزيتات في تركيا باش تشري ما عادش داكشي بغات، قالت لك التواب ما عادش داكشي صافي، والمافيا الزرواليه عارفينها، قالت لي بنيتي شي، قالت لي شي جوج ديال المغاربه يومين هما قالت لي حاضيني تابعيني، قالت لي على محل. اي والله ياخذ الحق، داكشي اللي سرقتو لها غيدخل عليكم بالكنازه. خوتي خواتاتي راه عاد سرقوا التليفون ديال الام ديالي، شراتو جديد جديد، هادي ما كاملاش الشهر باش شراتو، سرقوا ليها نهار الجمعه، الام ديالي جالسه نهار الجمعه على الكريسي في الباب، دايز واحد طيروا لها من يديها خلاوها بلا تليفون. ايوا هادشي اللي كاين، ايوا حنا تنشريو واسماء زروال تتجمع المافيا، هذاك اللي سرقوا لها اللي سرقوا عاود هذوك المافيا اسماء زروال تيديو لها هذاك الشيء. ايوا يدخل عليكم ان شاء الله بالكنازه هذاك التليفون وهذيك الشنطه اللي خديتو عامره بالتواب وعامره بالماعون وفيها الرايس كوكر، على محل على محل خوتي خواتاتي، داك الشيء ما بغيتش نتفكر، الله ياخذ الحق.